قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا في مدارستنا للتفسير العلمي للإشارات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الفرقان، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى في الآية رقم 54 مستشهدا بالعديد من المظاهر الكونية وحقائق هذا الوجود على ربوبيته وألوهيته وخالقيته ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. طبعا خلق من الماء بشرا، كل فرد منا اغلب مكونات جسده الماء. الطفل البشري حينما يولد يكون جسمه يعني فيه اكثر من 90% من كتلته ماء. الرجل البالغ في جسمه حوالي 71% من كتلته ماء في المتوسط. المرأة البالغة في جسدها ما بين 60 و65% من كتلة جسدها ماء. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلقنا من الماء، هذا حق. وإذا قال خلقنا من تراب، حق. وإذا قال خلقنا من طين، حق. وإذا قال خلقنا من سلالة من طين، هذا حق. إذا قال خلقنا من طين لازب، حق. إذا قال من صلصال كالحمأ المسنون، هذا حق. من صلصال كالفخار، هذا حق. لأن هذه مراحل متتالية في الخلق. فقال ربنا تبارك وتعالى هنا: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. طبعا كلمة ماء هنا أيضا قد تشمل ماء التناسل، الذي من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة أن ربنا تبارك وتعالى جعله معجزة من معجزاته. هذا الماء يحمل خلايا التناسل، وربنا تبارك وتعالى يختار من مني الرجل حيوان منوي واحد يخصب به بيضة أو بويضة واحدة من بويضات المرأة، يختارها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته ليخلق لنا إنسانا جديدا، ويخلق من ذلك ذكرا أو أنثى. ولذلك قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. النسب يعني الذكر الذي ينسب إليه، يعني العائلة أو القبيلة أو الأقارب. والصهر المرأة الأنثى التي قد يصاهر بها عائلة أخرى. فقال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وربنا تبارك وتعالى قادر على كل شيء. لذلك نقول أن مجرد تنوع النسل بين الذكورة والأنوثة آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وآية لولاها ما استمرت الحياة على هذه الأرض. ونرى طبعا في نتائج الحروب التي يقضى فيها على عدد كبير من الشباب تفسد المجتمعات فسادا كبيرا، لأنهم لا يقرون بتعدد الزوجات. وفي حالات المرض ربنا تبارك وتعالى من طلاقة قدرته جعل نسبة الذكور إلى الإناث متساوية 50% 50%، 51-49، 52-48، لا تختل عن ذلك إلا بأعمال الناس كأعمال الحروب أو انتشار الأوبئة أو غير ذلك من الأسباب. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى وهو صاحب الفضل والمنة بهذه الحقيقة، فقال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وتنتقل الآيات بعد ذلك للإشارة إلى عدد آخر من حقائق هذا الوجود، فيقول رب العزة والجلال:
في نفس الصورة سورة الفرقان الآية رقم 59 يقول: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. طبعا تكلمنا عن موضوع البينية الفاصلة بين السماوات والأرض والتي ذكرت في القرآن الكريم 20 مرة والتي تشير إلى مركزية